السلام عليكم، كنشكركم بعدا كتساندوا الجماهير، كتساندوا الفريق ديالنا. ان شاء الله الفريق ديالنا كيف ما شفنا في الماتش اللي فات راه غادي مزيان بالعوده ديال المدرب ديالنا اللي نقول لك راه ولدنا وحنا ولادو، كبرنا كنتفرجوا فيه، الدراري كبروا على يديه، المدرسه راه ديالو. ان شاء الله الجماهير السوسيه اليوم جايه باش تساند الفريق، باش نعطيهم واحد الدفعه، باش ان شاء الله من هنا للقدام غادي نبقاو غادي بنفس الطريقه، باش نضمنوا البقاء من طبيعه الحال. والعام الجاي ان شاء الله بغينا نطمحوا باش نتكلاصاو من بين المراكز الاولين المؤهله للمشاركات الافريقيه، وعلاش لا ناخذوا البطوله ان شاء الله. شنو هما توقعات ديالك المقابله ديالك؟ حنا ديما متوقعين بلي غننتصروا، وكيف ما كان الحال حنا ديما مع الفريق ديالنا في السراء وفي الضراء وديما حسنيه، هادشي اللي نقدر. المهم قبل عامين دابا راه كنا حابسين على حساب الجمهور شي عامين، دابا هذه باسباب الازمه ديال كورونا الحمد لله استطعنا بفضل السلطات. المهم خلونا نجيو نفتعلوا دابا مع هذا الجمهور، هذا راه عامين هذه ما جينا تفرجنا ما شحال هذه. المهم الحمد لله دابا بينا شي مقابله تكون زوينه انت ان شاء الله الحسنيه الرباح وديما الحسن. الاحساس ديالنا لفان والله العظيم الا ان شاء الله والرباح ان شاء الله الرباح وبناء الحسنيه راه لف ازدران، ولكن ان شاء الله بالجمهور غادي يطلع لف الليل. هذا الشيء اللي كاين والحمد لله. المهم غادي يرجع الجمهور، داك الشيء اللي بينا راه كنفوج اصاحبي، راه الجمهور هو 2-0 ان شاء الله. انا ما بين الله 2-0 لا 1-0، المهم 3 بوان حنا ان شاء الله. هذا الشيء اللي بينا نهربوا على داك الفوق راه عودنا ماشي مشكل. توحشنا الملاعب عامين ونص تاع توقف توحشنا الملاعب وكذا، ولكن مع حلو كلشي فرحان، كلشي كيبان لك الدنيا انا عامر، كلشي جاي، كلشي محمس ان شاء الله 3 بوان ان شاء الله. بلادي ان شاء الله ومربوحه ان شاء الله. ديما حيسه ديما حيسه وكانوا الشاد دي كاس الترسري دريفز. بسم الله الرحيم، خاص هذا المباراه الحسنيه، اول مباراه بعد المنع الجماهير تكش من ستيران، اول مباراه يعني الجمهور ديالك كيتفرج على الماتش عامين هادو، توحش الاجواء ديال التيران، توحش مش كل حاجه. التيران ماشي زود القهوه كيتفرج ولا عنج ولا دعنج على الحسنيه ان شاء الله. نتمنى الربح ان شاء الله باش غادي تحيد المنطقه المكهرباء تغلي شويه سلب الدم ان شاء الله. نتمنى التوفيق للحسنيه. الاحساس من العوده في الملاعب؟ ايوا التيراني كاع واحد دوت تيراني حقيت الفرج عند التيران، واخا تفرج ديما على القهوه دغيا، ولكن لومبيونس اللي ناحيه التيران دغيا كاع في شكل يعني كاين الفرح اللي حدا عندنا، كدا نتفرج احتيران الاجواء التيران دغيا كلشي ان شاء الله. الرباح الحسنيه وديما حسنيه. النتيجه والله ودي كنا نربح الحسنيه باش تزيد حيد حسف الترتيب تغليس وفلا ان شاء الله. نتمنى الاداره تتعاون الفرقه تحيد هاد المشاكل اللي توقعان المشكدة هاد اللي التنين غير هاد مشاكل الاداره دغيا باش تعاون الفرقه تغليس سلك قدام ان شاء الله. شكون حسنيه تمثل سوسه تمثل مازيغ تمثل كلشي جهه سوسه مستدرعه ان شاء الله الرباح. بعد غياب دام لسنتين الحمد لله رجعنا للملاعب الرياضيه. الحمد لله كنتمنى اليوم الفريق ديالنا حسنيه اكادير باش يحقق واحد الانتصار المهم باش يبعد على منطقه النزول. والحمد لله كنشوفوا هنا الاجواء خارج الملعب اجواء جميله جدا، وهناك جمهور غفير. والحمد لله نتمنى للحسنيه ان شاء الله تربح ب2-0 باش الحمد لله يضمن البقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.